لا تأخر بالدخول. شوفين السيارة البيضاء اللي بالشارع. وخرها وخرها. على مستوى الزمن. شايدين على اليسار. لحظة اليسار. على اليسار على اليسار. على اليسار مو على اليمين. سميرة. بعد. تشوفين الشارع؟ بعد الشارع؟ جبل العقيد تشوم بالزوم الزوم ماله يوصل السيارة البيضاء تشوفها؟ الان احنا بمنطقه الشيماء، منطقه الشيماء حاليا بمنطقه الشيماء. ما بقى شيء على هاي المنطقه، ما بقى شيء على هاي المنطقه ويتم تحريرها. هاي المنطقه حاليا قاطع العقيد علي الكروي. حاليا هذا القاطع قاطع علي عقيد علي الكروي، ان شاء الله ياخذ اليوم وباكر ان شاء الله ما يبقى به شيء. تقدمنا ان شاء الله واخذنا حي الانتصار واخذنا حي الشيماء ان شاء الله، وان شاء الله بهذا الوقت ان شاء الله نزف البشرى لاهالي حتى بالموصل، نحرر الموصل بالكامل باذن الله. احنا الفرقه 9 لواء جحفه لواء 36 ان شاء الله، هياهم معدوده للدواعش ان شاء الله، خلصت ان شاء الله هالايام احنا ان شاء الله ناخذ الموصل كلها. امرنا يا قائد شوفنا ايش نصول لك شنجول. امرنا على الدواعش خلينا نجيبها لك ميسور. وهم شايف فرخ الدجاج يحارب هالصقور. احاول يوصل لينا قصيدة اليوس قصيدة اليوس لينا قصيدة يوصل لينا قصيدة.
حقيقة قطعات جاءت تتقدم في منطقة حي الانتصار وجديدة المفتي، تعرضت على قطعاتنا عجلة مفخخة وتم تفجيرها من قبل جنودنا الأبطال. وحاليا الموقف احنا المشاغل العدو جاي نتقدم باتجاه المناطق المرسومة لنا. احنا الخطة مالتنا كل ما نتقدم كل ما نوزع للعوائل اللي خلفنا يعني، وهكذا العملية مستمرة. تم استلام الأرض من قبل الشرطة المحلية اللي موجودة فوج طوارئ نينوى، حاليا ماسك المنطقة لغرض تأمين الحماية إلى المواطنين الموجودين داخل الحي. قطعاتنا داخل مدينة الموصل بالجزء الجنوبي الشرقي لمدينة الموصل مستمرة بعملية التطهير. اليوم وصلت قطعاتنا بأطراف حي جزيرة المفتي. أيضا تصدت قطعاتنا لتدمير عجلة مفخخة كانت تروم استهداف قطعاتنا وقتل ما يقارب 4 دواعش كانوا يستغلون دراجات نارية أثناء محاولتهم التصدي لقطعاتنا. قطعاتنا مستمرة بتطهير المناطق إن شاء الله. نعم قطعاتنا سيطرت على الطريق اللي يربط بين كركوك الموصل ضمن الجزء الجنوبي الشرقي لمدينة الموصل، وقطعتها بحيث تم قطع إمدادات العدو اللي كان يسند قطعاته داخل هاي الأحياء، تم قطعها بالكامل والسيطرة عليها.